كشك الصحافة، أهلا بكم. إلى العناوين. موقع بوست ينقل عن اليونيسيف أن أطفال اليمن يواجهون المرض والجوع والعنف. مصدر أونلاين: الحوثيون يطوقون منطقة المخلاف شمال تعز بعد مواجهات عنيفة في التعزية. العربي الجديد: الاستخبارات الأمريكية والفرنسية تتوقعان مجازر إضافية في اليمن. ومن البيان: ولادة طفلة تم تجميدها لخمس وعشرين سنة. أهلا بكم. البداية من موقع بوست الذي نقل تحذيرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن أطفال اليمن يواجهون فعليا تهديدا ثلاثيا يجمع ما بين الأمراض وسوء التغذية العنف، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على واردات الوقود والغذاء تزيد من تعقيد إمكانية الاستجابة لحالات الطوارئ. وأعلنت المنظمة أنها سلمت 6 ملايين جرعة من اللقاحات الأساسية لحماية ملايين الأطفال المعرضين لخطر الأمراض، وذلك بعد هبوط طائرة في مطار صنعاء. وقالت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميريت كسل ريلانيو: إن تقديم اللقاحات للأطفال أمر حاسم من أجل حمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها ومن الوفاة. وشددت على أهمية أن تستمر اللقاحات وغيرها من الإمدادات المنقذة لحياة الأطفال في التدفق إلى جميع أنحاء اليمن ودون عوائق، مشيرة إلى أن هذه اللقاحات بمثابة شريان الحياة لملايين الأطفال. إلى موقع يمن مونيتور الذي تحدث عن أن سكان العاصمة اليمنية صنعاء يعانون ارتفاعا جنونيا لأسعار المياه منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليصل إلى قرابة 3 أضعاف عن ما كان عليه قبل هذا التاريخ. محمود الحالمي هو أحد سكان العاصمة، قال ليمن مونيتور: لم يسبق أن وصلت المياه إلى هذا الحد من الجنون، حيث يبلغ سعر خزان المياه الواحد قرابة 7000 ريال بعد أن كان ب2000 ريال فقط. ويعزو فراس عياش وهو مالك شاحنة لحمل المياه: يعزو الغلاء إلى ارتفاع سعر الوقود الذي يعتمد عليه في ضخ المياه الجوفية وأيضا على تكاليف النقل. جيرت كابلر المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن التحالف يمنع واردات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين منذ شهر نوفمبر، ونقص الوقود يؤدي إلى أزمة عميقة. ونوه كابلر إلى أن تكلفة وقود الديزل قد تضاعفت في أكثر من شهر واحد، مما يعرض لخطر توفير المياه وخاصة لأشد الأسر فقرا، كما أن الوقود ينفد بسرعة من محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص عبر شبكات عامة في 14 مدينة. إلى زاوية المقالات، في زاوية نطالع في الشأن المحلي مقالا للدكتور ياسين سعيد نعمان نشره في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان: المشروع الذي يجب أن يهزم بالدولة الوطنية. تنبئ تطورات الأحداث عن دخول الأزمة اليمنية مرحلة حاسمة لابد أن تنتهي بتثبيت شروط الحل السياسي الذي سينطلق في الأساس من المرجعيات التي تؤمن سلاماً دائماً وحلاً عادلاً لكل مشاكل البلاد. ومهما بدأ أن التعقيدات الناشئة عن هذه التطورات المتسارعة كبيرة، إلا أن ديناميات الانقلاب والحرب أخذت تتآكل. أما على الصعيد المقاوم للانقلاب، فيبدو أن البحث عن حلول خارج معادلة مقاومة وهزيمة المشروع المهيمن قد أفضى إلى ما أفضى إليه من عثرات، بالرغم من التضحيات الضخمة التي قدمت. لقد أثبت المنطق بما لا يدع مجالاً للشك أن خوض الحرب بأدوات نصف حربية ومنهج مراوح مسألة يعيبها فهم طبيعة الخصم الذي يجري التصدي له. إن الخصم الذي يجري التصدي له والمتمثل في المشروع الإيراني يتمدد فوق رقعة واسعة من البلاد العربية، وهو يصر على أن معركته في هذه المنطقة وجودية
مثل الانقلاب على مشروع الدولة المدنية تواصلاً عضوياً مع المشروع التفكيكي المصمم في الأساس لإغراق المنطقة العربية في صراعات دموية لا تنتهي. وإعادة قراءة جذر المشكلة والتركيز عليه سيكون مدخلاً لتصحيح منهج مقاومة هذا المشروع بدون حسابات من ذلك النوع الذي سبق أن جرب وخرب كل شيء. إلى موقع مصدر أونلاين، قال إن الحوثيين بدأوا بتطويق منطقة المخلاف شمال تعز، وذلك بعد السيطرة على جبال وطرقات استراتيجية في مديرية التعزية شمال مدينة تعز. مصادر ميدانية قالت لمصدر أونلاين إن الحوثيين دفعوا خلال الساعات الماضية بتعزيزات مكونة من 40 عربة من أجل تطويق منطقة المخلة بعد معارك عنيفة في قرية الحيمة شرق مديرية التعزية. وانتشر الحوثيون في مواقع وسط مديرية التعزية، بينها جبل العدوف والهشمة وجبل دريمان ومنطقة العقبة وجبل عسق، بالإضافة إلى تواجدهم في العدين في محافظة إب. وتأتي هذه التحركات الحوثية بذريعة تأمين خط الشرقي الرابط بين مدينتي إب وتعز، ولحماية خط الستين شمال مدينة تعز الممتد من مفرق الذكرة في الجند إلى مفرق شرعب الرونة في حضران التعزية. يشار إلى أن مديريتي شرعب السلام والرونة ظلت خارج نطاق المعركة بين الحوثيين والقوات الحكومية بناء على اتفاقات بين الجماعة وحزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك. كتب عبد الخالق عطشان مقالا نشره موقع أبابيل نتس بعنوان الخيار الاستراتيجي الحوثي الأخير. الخيارات الاستراتيجية التي أعلن عنها سيد الميليشيا الحوثية عقب احتلالهم صنعاء يبدو أنها جاءت معاكسة لنزواته وبطشه وطيشه، وفاضحة وكاشفة لأهداف الجماعة الميليشياوية الانقلابية ولحلفائها. فقد كان من ضمن تلك الخيارات الاستراتيجية هي إعدام الحليف صالح والسعي صوب اجتثاث رموز المؤتمر، هذا من جهة، وتدشين البعض وتحويلهم مع حزبهم أتباعاً للجماعة الحوثية تحت عنوان المؤتمر الحوثي العام. في كل يوم ومع تتابع هزائم الميليشيا السلالية أمام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لم تكن من خيارات الحوثي الاستراتيجية إلا السقوط والانسحاب والتقهقر وترك عشرات الجثث ومثلها من الجرحى والأسرى من المغرر بهم، مع كثير من الغنائم العسكرية من المعدات والأسلحة ودماراً هائلاً كانت قد تسببت الميليشيا في تدميره. انحسار واضح وانكماش بين تدفع إليه الميليشيا دفعاً عقب انتصارات الشرعية، وفي كل لحظة فإن مساحة الدائرة التي رسموها باستبدادهم وامتد قطرها من عدن إلى صعدة ومن شبوة إلى الحديدة بدأت تضيق عليهم، وبدأت أقطار تلك الدائرة تنكمش. وعند نقطة التقاء القطرين ستكون الميليشيا الحوثية في مساحة ضيقة وفي مرمى قناص الجمهورية الاتحادية، وهو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. إلى مديرية المنصورة في عدن، قال سكان محليون لموقع عدن الغد إنهم باتوا يعثرون على ذباب وحشرات بأرغفة الخبز والروتي التي يتم بيعها في عدن. أضافوا غالبية المخابز والأفران لم تعد تخضع لأي رقابة من قبل جهات الاختصاص. أشار السكان إلى أن عددا من الأفران لا تراعي أي وسائل سلامة صحية خلال أعمالها، موضحين أنهم باتوا يعثرون بكثرة على ذباب وحشرات داخل الأرغفة والروتي. ومن الأخبار الرياضية ما أورده موقع التغيير نت، فقد أصدرت اللجنة الفنية لبطولة كأس الخليج الكويتي لكرة القدم في وقت سابق جدول مباريات خليج 23 التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 22 من ديسمبر الجاري حتى 5 من يناير المقبل. منتخبنا الوطني يلعب أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية يوم 23 من ديسمبر الجاري مع قطر على استاد نادي الكويت الساعة 5:30 مساء، في حين تجمع المباراة الأخرى البحرين والعراق الساعة 8 مساء في نفس الاستاد.
يتضمن الجدول للمباريات التي وزعت في السابق على مجموعتين خلال قرعة أجريت في سبتمبر الماضي، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والسعودية، عمان، الإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر، اليمن، العراق والبحرين. بعد الفاصل سنتابع أبرز ما تقوله الصحافة العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبار متنوعة، فابقوا معنا. مرحبا من جديد إلى الصحافة العربية، حيث نقلت صحيفة العربي الجديد عن صحيفة لوكنار أونشنيه الفرنسية، نقلت كشفها بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وقيادة الأركان الفرنسية ودبلوماسي الخارجية الفرنسية يتوقعون وقوع مجازر إضافية في اليمن. وبحسب الصحيفة فإن الحرب التي تخوضها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد المتمردين الحوثيين الذين يحتلون أجزاء من البلد بما فيها صنعاء العاصمة لن تستمر فحسب، بل سوف تتصاعد، لأن كل معسكر يتصور نفسه قادرا على الحسم. نقلت الصحيفة عن دبلوماسي التصور بأن الحرب تتحول إلى صراع آخر لا ينتهي يشبه حروب أفغانستان والعراق، خصوصا بعدما تأكدت صعوبة الحسم العسكري لمصلحة واحد من الأطراف المتنازعة. وتحدثت الصحيفة عن الدعم الغربي للسعودية والإمارات، مشيرة إلى أن البنتاغون منح الطيران السعودي بموافقة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما منذ بداية الحرب القنابل والصواريخ الضرورية، بينما قامت فرنسا بموافقة الرئيس السابق فرانسوا هولاند بتسليم الإمارات طائرات ميراج 2000 وصواريخ نوعية، لتعود بعدها وتتساءل هل ما زالت هناك حاجة للإشارة إلى انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى في هذا الصراع؟ أعلن مسؤولون أمريكيون وفقا لصحيفة الحياة أن القوات الأمريكية شنت أكثر من 120 غارة جوية ضد متشددين في اليمن هذا العام في إطار حملة تعززت مع وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية. وقال المسؤولون غالبية الغارات الجوية استهدفت تنظيم القاعدة التي تقول الولايات المتحدة إنه يخطط لتنفيذ اعتداءات على أراضيها. ونفذت المقاتلات الأمريكية أيضا ضربات ضد الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي تقول وزارة الدفاع الأمريكية أنه تضاعف حجما على مدى العام الماضي. واشنطن تعتبر فرع القاعدة في اليمن أخطر فروع التنظيم في العالم، وبعد وصوله إلى الرئاسة في يناير الماضي منح ترامب القادة العسكريين الأمريكيين حرية أوسع في شن غارات وضربات على التنظيم. عبد الوهاب بدرخان كتب مقالا مطولا في جريدة الحياة بعنوان إيران تشعل كل الجبهات إذا استهدفت في سوريا، ومما جاء في المقال أصبح مرئيا وثابتا أن استراتيجية التخريب التي اتبعتها إيران في 5 بلدان عربية عادت عليها بما تعتبره نفوذا ومكاسب، وبنت إيران منظومة دفاع عن نفوذها قوامها ميليشيات مذهبية منبثقة من المجتمعات التي تهيمن عليها بالعسكرة والترهيب، إضافة إلى قوى رديفة تتشكل من تنظيمات كالقاعدة وداعش وما شابههما. لذلك يتأكد في المقابل أن أي استراتيجية للحد من هذا النفوذ وتفكيكه تتطلب تخريباً مضاداً لابد أن يحصل في تلك البلدان نفسها طالما أنها منكوبة بالتدخل الإيراني، لكنها لن تحقق أهدافها إذا لم يصل التخريب إلى إيران ذاتها وما لم تستشعره داخلها. روسيا تفاخر بمحاربة داعش إلى جانب إيران وميليشياتها، أما الصين فأدخلت أخيراً قوات خاصة إلى سوريا لمحاربة إرهابيين من مسلمي الإيغور،
وبالتالي فإن هاتين الدولتين لا تعتبران إيران داعمة للإرهاب، وعند الاقتضاء لن تترددا بمجارات إيران بالقول أن لا دليل على تدخلها في اليمن، أي أنهما لن تتوانيا في إقفال مجلس الأمن أمام أي حملة لإدانتها كما فعلتا بالنسبة إلى سوريا. من هنا إن اقتصار سعي واشنطن على فضح ما تقوم به إيران واعتباره أمراً مفيداً لتوعية المجتمع الدولي قد يبدو ساذجاً، فحتى الآن لم تشعر إيران بأي إزعاج لمشاريعها الرئيسية. أدركت الإدارة الأمريكية الحالية باكراً ثلاثة معطيات تتعلق باليمن، أولها أن الحسم يكون عسكرياً أولاً ثم سياسياً، والثاني أن الحوثيين جماعة إيرانية طردت الحكومة الشرعية وسيطرت على العاصمة، والثالث أن اليمن ممر ضروري للحد من الأخطار على الخليج ووقف التوسع الإيراني. لكنها لم تبدل السياسة التي انتهجتها إدارة أوباما حتى مع الانكشاف الكامل للطبيعة المتوحشة للحوثيين، وكأنها تشاطر هؤلاء تفضيلهم لاستمرار الصراع. عن الموقع الأشهر عالمياً فيسبوك كتبت صحيفة القدس العربي: الموقع سيلجأ إلى تقنية التعرف على الوجوه لإعلام مستخدميها. صورة لهم نشرت على شبكتها حتى لو لم يذكر اسمهم عليها. وأوضح الموقع: نقوم بذلك لمنع الناس من انتحال شخصية آخرين على فيسبوك من خلال استخدام صورة أشخاص آخرين في حساباتهم. تلجأ فيسبوك إلى تقنية التعرف على الوجوه كي تقترح على مستخدم ينشر صورة لصديق ما أن يذكر اسمه عليها، وهي خدمة اختيارية الهدف منها إعلام الشخص المعني على الفور بأن صورة له نشرت على الشبكة. أوضح فيسبوك الذي يضم أكثر من 2 مليار مستخدم: سوف نقول لكم من الآن فصاعدا إن كنتم موجودين على صورة ما حتى لو لم تذكر أسماؤكم عليها. ستتاح هذه الوظيفة عما قريب، ومن شأنها أن تسمح للأشخاص المعنيين بالإشارة إلى وجودهم على الصور إن رغبوا في ذلك، أو الإعراب عن تحفظاتهم لناشري هذه المضامين. ولادة طفلة تم تجميدها ل25 سنة، هذا ما عنونته صحيفة البيان. ولدت طفلة تم تجميدها كمضغة لمدة تقترب من 25 عاما لسيدة في الولايات المتحدة في إنجاز طبي غير مسبوق. تم إبقاء المضغة لمدة 24 عاما ونصف العام، مما يجعلها أطول فترة تجميد قبل أن يتم نقلها إلى رحم سيدة، وولادتها كانت بنجاح حسب ما ذكر باحثون في جامعة تينيسي بريستون الطبية. ولدت إيما رين في 25 من نوفمبر من السيدتين جيسون البالغة من العمر 26 عاما شرقية تينيسي، حيث تمت عملية تجميد المضغة في 14 من أكتوبر عام 1992، أي بعد حوالي 18 شهرا من ميلاد السيدة جيسون. في مارس من العام الماضي تمت عملية إذابة التجميد في المركز الوطني للتبرع بالأجنة نيدك في نوكسفيل تينيسي، وتم إجراء نقل الجنين إلى السيدة جيسون. عالمة الأجنة كارول سومفيلد تقول: اعتبرت أنه من المذهل أن تنجح التقنية بعد 24 عاما ونصف وباستخدام تقنيات حفظ قديمة اعتمدت على التجميد البطيء. السياسة والحياة الاجتماعية أبرز ما اهتمت به عدسة مصوري صحيفة الغارديان البريطانية، نقلوها على هيئة صور احترافية. نتابع سويا في هذه الجولة المصورة لهذا اليوم تلك الصور.
وصلنا إلى ختام كشك الصحافة، شكرا لطيب المتابعة، أترككم مع الكاريكاتير وفي أمان الله وحفظه.